لو صحيت يوم من النوم ولقيت النت مقطوع، الصراحة ححس نفسي ضايعة وححس I'm disconnected from the outside world. صار لي فيتنس انستركتور almost 5 سنين. مع أني تولدت في السعودية، في أماكن كتير ما رحتها وأحب أن أنا أزورها وأكتشفها. أول ما وصلت على الموقع وشفت الواحة وجمال الطبيعة انبسطت جداً وحسيت إحساس مرة حلو. برأيي أن الشباب وبنات اليوم بيقضوا وقت مرة كتير على الإنترنت ويحتاج أن هم ياخدوا وقت شوية بعيد عنه، يحتاج أن هم يخرجوا أكتر، يستمتعوا في الطبيعة أكتر، يكتشفوا نفسهم أكتر.